السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسين إدري. هنتكلم النهاردة إن شاء الله في الدرس السابع من دروس تعلم لغة الترميز HTML. النهاردة إن شاء الله هنتكلم زي ما حضرتك شايفين كده على النموذج فورم، إزاي إن أنا أعمل نموذج، إزاي إن أنا أضيف الأزرار، النص، الأوامر الاستبيان، الكلام ده كله. يلا بينا. زي ما حضرتك شايفين كده هنا، ده طبعًا اللي إحنا اتعلمناه في المرات اللي فاتت. هنبدأ هنا، أنا عاوز أعمل نموذج، يبقى أول حاجة هعملها ان انا هبدا اضيف الامر فورم. فورم يعني نموذج. طبعا الفورم له بدايه وله نهايه، هعمل برضو ايه اول، هعمل سلاش فورم. هنا اول حاجه مثلا اول تعليم هناخدها، لو انا عاوز اضيف تعليمه النص، عاوز اضيف امر نص، يبقى هاجي هنا اضيف كده، اعمل اقواس واكتب انبوت. انبوت بعد انبوت بقول له نوع التعليمه ايه. طيب طبعا زي ما حضرتك شايفين كده مفيش قائمه الاستشعار بتظهر معايا، وده ليه؟ لان لسه ما حفظتش الامر ده، وبالتالي هنا بيعتبر ان هو تكست عادي خالص. تمام. طيب هنا التايب عباره عن ايه؟ تكست. طبعا التكست حط من علامتين تنصيص. طيب هنا لسه هنعدل عليها، بس تعال نحفظ كده مبدئيا. هفتح طبعا قبل ما افتح اقول تمام انكودنج، واختار يوتيوب عشان خاطر ان هو يظهر معانا او يجرى اللغه العربيه. تمام. هبدا احفظ فاي سيت از، واحدد سطح المكتب بتاعي، واكتب هنا مثلا النموذج، النموذج، وافتح تمام تايب، واختار هاي تكست مارك اب لانجويج اللي هي ال HTML، واقول له احفظ. هنا بدا ايه يظهر معانا الاوامر ديت، يبقى احنا كده تمام. طيب هنطلع على سطح المكتب ونفتح الايه الملف بتاع المتصفح بتاعنا. زي ما حضراتكم شايفين كده ادي مربع التكست اهو. لا بس انا مش عاجبني الشكل ده كده، انا عاوز اظبط اكتر من كده. تعال كده بص حضرتك، ممكن ان انا زي ما بيظهر كده في لما بتيجي تسجل في احد المواقع او كده، بتبص يقول لك ايه ادخل هنا الاسم، او ادخل الاسم الاول، او بتاع كده. اول ما بتضغط بتروح جاي كاتب. طب تعال نشوف الحكايه دي بتعملها ازاي. هنضيف هنا الامر اسمه بليس هولدر، بليس هولدر، واقول له هنا بعديها يساوي. انت عاوز تكتب ايه مثلا في الخانه الاولى دي، او التكست ده عاوز تكتب ايه؟ مثلا افترض ان انا عاوز اكتب الاف فيرست نيم، اقول اف مثلا اندرسكور نيم، اختصار فيرست نيم يعني. تعال نحفظ كده، تعال نجرب ريفريش. اف اندرسكور نيم. طب بص كده هكتب امين. ايه ده اف اندرسكور؟ يبقى هنا ديت بنسميها اللي هي عبارة عن النص البديل، بليس هولدر، عشان تعمل لي نص بديل. مجرد ما انت بتيجي تكتب اول ما اجي امسح يظهر ديت، اول ما اكتب اي حاجة يبدا ايه يختفي. تمام. طيب تعال نشوف كده كمان واحدة، هناخد نفس الكود ده كوبي بيست، واكتب هنا مثلا سورت واحفظ. طبعا هنا لما اجي احفظ هفتح المتصفح هلاقيهم الاثنين لزقوا ببعض، فانت براحتك عاوز تعملهم كده ماشي. لا انت عاوز تكلي كل واحده، احنا اتفقنا بقى. انت عندك امرين بي ار او الامر بي زي ما انت عاوز. هاجي هنا واروح جاي عامل بي، طبعا بي لها بدايه ولها نهايه، واروح جاي عامل ديت التعليمه بتاعتها سلاش بي اهيت، احفظ، ارجع للمتصفح بتاعنا اشغل. تمام تمام. بعد كده هنبدأ إن إحنا عاوزين نعمل مثلا زر. أنا عندي أكتر من طريقة للزر، عندي بوتون عادي وده نتعرف عليه بره مش مشكلة. هقول هنا الـ بي أو بي ار، هعمل بي ار عشان خاطر مش أقعد أعمل نهاية إلها. أفتح أقول له هنا انبوت، بص كده. طبعا القايمة ظهرت ليه؟ لأن أنا حافظت الأوامر بامتداد الـ HTML. طيب يساوي، طبعا لو احنا عاوزين نعمل بوتون عادي خالص، بص حضرتك نعمل بوتون عادي الاول وبعدين نعدل عليه على اللي احنا عاوزينه. اقول له هنا ايه مثلا انبوت تايب، اقول له بوتون، ادي بوتون. تعال نحفظ كده، هيظهر لي هنا عندي ريفريش، ادي بوتون اهو زرار. طبعا مش محطوط عليه حاجه، ده حته زرار مش باين منه اي حاجه. طب تعالى كده لو احنا عاوزين نعدل عليه، انا عاوز اعدل عليه مثلا واغير فيه، فهقول له
value القيمة بتاعته اللي هي الاسم بتاعه، يعني هتدي له اسمه ايه؟ هقول له مثلا ارسال، ارسال. اوكي تعالى شغل كده، ادي ايه ارسال. تمام. او طبعا ممكن ان انا اعمل اللي هو مسافة زي ما انت عاوز يعني، ممكن اعمل محاذاة، ده كله هاته ايه سهلة خالص مفيش مشكلة. تمام. يبقى دي فكرة ان انا اعمل بها ايه زر. طيب لا، انا ممكن اعمل الزر بتاع ارسال ده بشكل تاني كمان. بص كده حاضر، هاجي هنا هعمل ادي بي ار بي ار، وهاجي اعمل زر سبميت او ارسال بس بطريقة تانية خالص وطريقة لذيذة. بص كده هكتب انبوت انبوت طبعا مسافة طيب يساوي input type، وهكتب submit 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 اللي هو ايه ارسال. تمام كده زر الارسال بتاعه. طيب وهاجي هنا اقول له ال value بتساوي ايه زي ما انت عاوز بقى. هكتب بس بدل ارسال اخليها واحد كده واحد باربعة انجليزي، هكتب send. واطلع بره اقفل واعمل حفظ، افتح المتصفح بتاعي واعمل ريفريش. ادي عندي ايه زر اهوت اسمه سند، وعندي زر اسمه ايه ارسال. طبعا سند ده هو اللي متعارف عليه، لان الارسال ده انت محتاج ان انت تكتب جواه كود بقى. تمام. لكن سند ده معروف ان هو زر، حتى اول ما اضغط على ارسال هو ما بيحصلش حاجه، لكن لو اضغط على سن بيبدا ان هو يبعت ايه الحفظ الايه او المعلومه عشان يبدا ايه يقارنها او كلام من ده حسب الايه الكود بقى البرمجي. يبقى انا هنا ده بوتون، ممكن اسمي البوتون ده اي حاجه على حسب ما انا عاوز ان انا اعمل الامر بتاعي. تمام. وممكن ان انا اعمل الامر ده. طيب في عندي كمان لو انا عاوز اضيف ازرار الاستبيان، يعني مثلا ايه هقول له هل اعجبك الموقع، انا عاوز اقول له اعجبك ولا لا، يس او نو. فهي هنا اقول له input type بيساوي هنا علامتين التنصيص اوامر الاستبيان اللي هي الراديو، راديو اطلع بره. انا هنا عاوز اخليها باسم معين. تمام. طيب هقول له مثلا value تساوي هنا علامتين التنصيص كده اقول له yes، وهاجي هنا انا هخليهم جنب بعض. فهي هنا اروح واخد ده كله كوبي وانزل كده تحت واقول له control v واقول له no، وانا لازم اكتب الامر هنا تاني يس، واطلع هنا واقول له نو. طبعا هنا هيبقى معانا مشكله وهنشوف الحل بتاعها برضو ايه. هطلع كده وارجع على المتصفح بتاعي اعمل ريفريش. هل اعجبك الموقع؟ يس ونو. طبعا كده انا اخترت الاثنين، وهنا راديو ده المفروض بختار واحده بس. طيب هطلع هنا، هل اعجبك الموقع دي مبدئيا عشان يبقى على سطر اقول له بي ار. تمام. احفظ كده، نيجي نبص على التعليمة هنا سند وبتاع. طيب نشوف الايه الامر بتاعنا هنا input input هنا بي ار. وهنا نعمل كمان واحدة بي ار لو انا عاوز اسأل. طيب هنا المهم انا عاوز دلوقتي ان انا لما اعمل اختيار، انا مش عاوز الامر بتاع الارسال ده احنا اتعرفنا عليه خلاص. عاوز لما اعمل الارسال يبدا يحدد لي واحده، وانا لما جيت احدد اختار اليس والنو اختار لي اثنين، وده ما ينفعش المفروض واحده بس تتحدد. طب اعمل الحكايه دي ازاي؟ ببساطه شديده هنيجي هنا في التايب اديها اسم، هقول له هنا نيم خاصيه نيم بتساوي، وهنا انا هقول له بين علامتين التنصيص مثلا وليكن A. تمام. هاخد دي كوبي او اكتبها عادي مفيش مشكله، واجي هنا بعد الراديو برضو اعمل V اهو
تمام. طب ايه ده انت عملت ايه؟ لا يا عم المفروض دي ايه ودي بي، لا مفيش حاجه زي كده، لازم يبقى الاثنين زي بعض، ودي هيبقى اكنها فكره المغناطيس كده. لما حضرتك تجرب طرفين نفس النوع ايه اللي يحصل؟ بيحصل تنافر. تمام، طب تعالى نجرب ايه التنافر اللي انت بتقول عليه. هحفظ وارجع على المتصفح. اها طبعا هعمل ريفريش هنا. ادي هل اعجبك الموقع؟ يس او نو. طب تعالى نعمل يس كده. تمام، طب تعالى نو. ايه ده عد هنا بيختار ايه؟ واحده فقط يبقى هنا. لكن لو انت جيت عملت النيم واحده ايه وواحده بي، لا ما هما الاثنين مختلفين وبالتالي هيختار الاثنين. لكن هنا انا بقول له اختار ايه واحد فقط من الايه الاثنين دول، وبالتالي هنا يبدا يختار ايه حاجه واحده من الايه الامرين اللي عندي. تمام. طيب لو افترضنا مثلا ان انا عاوز اقول له مثلا المهارات بي، وهطلع كده واقول له المهارات، وعاوز اقول له مثلا انا عندي بقى اكتر من مهارة، عندي اكتر من مهارة، وبالتالي عاوز اقول له ايه اختار المهارات اللي انت عاوزها. طب المهارات هنا بتاعتك هل هتبقى ممكن تختار واحدة بس؟ لا ده انت ممكن تختار واحدة او اكتر، او مش تختار حاجة اللي انت عاوزها صح. وبالتالي هنا هنعمل امر اسمه صندوق الاختيار، هنقول input type input type بيساوي الشيك بوكس. احفظ، تعالى نطلع بره على المتصفح. بص كده فتحها هي. تمام، طيب مش مظبوطه كده، مش عاوزها كده. تعالى هنيجي هنا على اللي هي الراديو ديت الاول، اعملها في ار عشان يبقى الاختيارات تحتها، ونفس الفكره هنا على المهارات هعمل ديت تحتها كده، اقول له هنا بي ار. تمام، هنا شيك بوكس. طيب هقول له هنا فاليو، الفاليو بيساوي مثلا هنا هنكتب السباحة. تعالى نعمل حفظ ونطلع على المستعرض، نعمل ريفريش. هل أعجبك؟ أدي هنا يس وهنا نو، وهنا أدي المهارات اهيت. بس هنا الملاحظ إن هنا أنا كتبت جنب المهارات السباحة اهيت، فاليو بيساوي السباحة، بس لما جيت انفذ مش فيه هنا كلمه السباحه. ليه؟ بصوا كده، عشان احنا قلنا قبل كده لما جينا نتكلم على الراديو قلت ان القيمه اللي انت هتحطها او الاسم اللي انت هتحطه القيمه بتاعت الفاليو بتطلعها بره. هنا انا ما طلعتش السباحه بره، وبالتالي هاجي احدد هنا كوبي وابدا اعمل هنا اضيفها تاني. طيب هنشوف الحاجه دي، بس نعمل اكتر من حاجه عشان تبقى ايه مستاهله. هنعمل واحده كمان بس كفايه، وليكن مثلا هنا بدل السباحه هنقول مثلا كرة القدم، وهحدد ديت كده عشان تبقى زيها بالظبط، واحطها هنا واروح جاي عامل كنترول في. تمام كده خلصت. احفظ، تعال نجرب بقى نشوف اللي انت عملته. ريفريش، السباحة، كرة القدم. طبعا ايه ديت الشيك، انت ممكن تختار او ما تختارش ايه، يعني تختار اي عدد انت عاوزه، لكن الراديو كان لازم ان انا اختار ايه اختيار فردي من الايه الاثنين، سواء ديت او سواء ديت، مش اكتر من كده. تمام، يبقى هنا عملنا هوت الاوامر بتاعتنا، ايه عملنا التنفيذ اهوت الاف نيم الباسورد اللي هو بالخاطر الامر اللي اسمه بليس هولدر، بليس هولدر او النص البديل ده في التكست. في السبميت اهوت زر السبميت او زر الارسال. طبعا انا عندي برضو زر اسمه الريسيت او زر الحذف لو انا عاوز اعمل زر الايه للحذف، وده معالجته نفس معالجه السبميت اهوت. يعني انا ممكن اخد ده كده واخد ده كوبي وراح جاي مثلا احطه ايه في اي مكان، احطه زي ما جنبه هنا كده مثلا اهوت. ممكن ان انا اعمله جنبه، وممكن ان انا اعمل بي ار، بلاش البي ار عشان يبقى ايه جنب بعض. وهنا بدل السبميت هسميه ايه ريسيت، اسمه زر ريسيت. ريسيت، وهنا هنسميه مثلا ديليت. تمام، احفظ. تعالى نعمل الموقع بتاعنا. عندي ايه زر ديليت، يبقى انا زر عشان تعمل ارسال، ده زر عشان تمسح الايه الكلام اللي مكتوب هنا او إيه اللي انت عاوزه.
اهو كتبنا مثلا اهو نعمل ديليت، يروح ماسح ايه المحتوى لو انت كاتب غلط كلام من ده اهو. يبقى عملنا ازاي نعمل تصدر او ازاي نعمل باس تكست او ملف نص يعني او مكان نص. عملنا البوتون، زر الارسال، الزراير العاديه، البوتون العادي، عملنا زر الحذف، عملنا الاستبيان او الراديو، عملنا الشيك بوكس كده اللي هو الايه النموذج بتاعنا. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تنسوش انا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.